اجي تشوف معايا هادي عائلة زاز بشكلهم حكاية باز لهم باز هادي عائلة زاز هادا بغي تشوش هادا من والو تقلق هادا بغي فوش يغرب وش يشرق هادي عائلة زاز وهادي غير تبرقيك والعسة استلع هبط هادي عائلة زاز وشي باغي الحلال شي بيع بلا رأس المال يا دنيا غني ويا دنيا حني حبك يدورني وخيب لي ظني يا دنيا غني يا دنيا حني حبك يدورني وخيب لي ظني هادي عائلة زاز الله علينا بخير كنحس براسي بحال انا شتي سيمانة عرقتي كدرني وكل شيء درتي باش راسك يضرك انا عندي لك واحد المساج ديال راسك كنعرف درتي الشينوا قلت راسك تدي عينيك وتكونسونتري مزيان ما تفكري في حتى شي حاجه صافي ما تفكري في حتى شي حاجه واخا تسمعي شي صداع ولا واخا تسمعي شي حاجه والو ها يلا صافي ماشي يلا ايوا خليني راه بغيت انا هادشي مصلحتك يلا 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 ماما ماما اسمع الولد قاعد صافي 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 ماما حافظي ما نقدرش نخلي سيشوف روك يحرقوا دارو كيقول لي صافي غادي غوت حتى هي وغادي يسكتي خلي اسكت شوف الولد مسكين ماما ما كاين شي مسكين قدانا في هاد الدار هادي فين ما كنمشي مصيبه كنصبوا عليا الصباح هذا يلاه فكنا هادي عائله زوز سيناجي تبارك الله عليك ما عندي ما نتسالك هذا هو المحل اللي كنت كنقلب عليه جا بعيد على البشر وجا نعم سيدي في مكان خالي ومقنت لا عين رأت ولا أذن سمعت بغيت تقول لي لا عين شافت ولا قلب وجع ما عندي ما نقول واش اخويا مقنت الوجع هذا الشيء راه تيخلع لا 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 ما عندك مناش تخلع السي نجيب انا علاش قلت هذه القضيه دي انا كنقلب على واحد المحل يكون بعيد على العين تاع البشر الله ينجيك من العيني والغيني داك يتحبك انا شي كامبو وتجيب لي شي سلعه فيها الصداع ديال الماكينه ديال النجاره ولا سودور طولري ميكانيسيان انا راه ما باغي صداع مع الجيران جيراني كيحترموني وانا كنحترمهم وعندك الحق يا الله في الطبخه طبخه زعما دير محلبات كاسكروت البغرير الحرشه زعما داكشي ديال الماكله اي الماكله او محل ديال الجورنال حيت عندي مع الكلمات المتقاطعه الله يعاونك على التقاطع ديالك لا انا علاش انا بغيت المحل يجي زعما شويه بعيد وداكشي لان انا غادي ندير فيه واحد السلعه وهاد السلعه هادي جياني من برا جايه من الجابون وجايه من الصين جايه من الامريكان جايه من روسيا ومن الدنمارك ومصيفطها لي خويا وهنا القضيه اللي غادي ندير غادي نحل البيبان ندخل السلعه ونسد البيبان هادي عائلة زاز كان واحد اللقاء اليوم مع واحد المنتج غادي يبان في التلفزيون واش فهمتيني هو اللي غادي يعطيني الفرصه غادي يبان في التلفزيون حبيبي شربي لك شي حاجه ولا خذي لك شي دواء خليوني نخدم خليوني نخدم التلفاز سيكون ولكن انا يا مريضه خلي الجوسوي صافي راه غادي نعيطك الوليده غادي ها هي هنا شوف كتموت التالي عطاتك السبيطار هادي خدام صافي كتجيب الحراره لا لا ما كتفشش هادي غنموت اخلي غير هادي غير هادي يكون هادي شنو ندير شوفي شوفي
بقيت غير انا وياك. هادي عائلة زوز. بابا صباح النور. بابا عفيت. صباح الخير بنتي. صباح الخير. ومالك على هاد الالوان هادو القوقي مع الفيولي مع الموف؟ ويلي بابا خصك تعلم تلبس الالوان بحال اللي كنلبس انا. شوف القري مع القري مغلوق، الكحل مع الكحل مغلوق. واخا كان وعدك هاد المره نديك معايا باش تعزلي ليا على الذوق ديالك. وفين غادي دابا؟ عاد بزربان عندي موعد داير مع واحد السيد. بيني وبينك هاد المحل هذا راني كريتو مزيان، ودابا غادي لعند هذاك السيد لعند النوتير باش نصاوبو الكونطرا. بابا هادشي ديال النوتير خصك ترد منه البال. اي حاجه خصك تسنيها جيبها لي نشوفها هي الاوليه. عاد كيسني انت راه فيها الفلوس بزاف والمصاريف والضرائب. سيناجي وجاتك الضريبه. الله الله على هلياتي وسيناجي جات الضريبه. قولي يا سيناجي شحال جاتك ديال الضريبه؟ وانت كلك ضريبه يا العياذ بالله. وانت مالك على هاد الالوان الزرق مع الغوستانتي مع الخضر مع الالوان العجيبه؟ باز ليكم الحمد لله وقفت على هاد الباك وما كنتش صبغتو يا انا بيديك وراس بغلتها وقلت قزاحي. قولي يا لاله خوله فين غاده؟ جيجي نجي نسولك. انا متاكده انت ماشي للبنك باش تشري فلوس تسلك من داك الطاليان. سمع الشهر اللي كتهضر عليه حتى مال الدراري جيب بعدا ياك ما مشيتي تعشيتي عاد جارتنا الجديده. بلاتي كيف ديك ما كتهضر لي السموم وخايب سيدي كلك عن جنات كدير الطوج بالالوان سيدي. انا نقول لك انا عاد كاع الخبارات ونزيدك انا لا بلاتي هذاك ولادي دابا هادي ايوا خليل الخليل جيتي نسافر انا وياك شي فين ما بغيت الراس في الراس بالحق. خالتي ما تمشيش معنا خليل. خالتي الا خلي معها ريان. خلي معها ريان مع خالتي ما تمشيش معنا. هي على الجنيه وانا على نيتي على نيتي جايبه لي على جيبون على نيتي. شربي شربي تشربي السم ان شاء الله شربي. ما قدرت ندوز خالتي جاي من برونشيت فورت. برونشيت فورت مشيتي بعدا عند الطبيب مشيتي عند شي فرملي. انا عارفه الفيروسات كيدورو اشي كيدورو حاسه بالفيروس حدايا خالتي. بقى فيا غير الكبيره ديالي ريان هو اللي بقى فيا. علاش خليتي الشراج محلولين؟ علاش علاش ما لبستيش البينوار اللي شريتو ليه بالشهوه؟ بينوار ماركه كبيره. علاش انا اللي سديت الشراج ولبست ليه البينوار بيديا ونشفته مزيان؟ شفتيه مزيان و تيعجبكش الذوق ديالي؟ وبعدا الشيكي قولي واش الشيكي هو اللي تيحبس على البرد؟ يلا واش دابا خالتي ما بقيت فيك انا يا صوتي مخنوق ما كنقدر نستنادر وريان انا غسلت ليه ونشفت ليه بهذاك البينوار اللي قلتي ليا بنقص نوض 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 سدي 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 صافي أمنت لك البلاصة تبارك الله عليك. شتي ديك العمارة كلها كنهز بهذا الكتاف والعيا هذا الكتاف كنعاودها بهذا الكتاف وملي كنمشي نسافر كندوز صامدي صوار بلا ربعة كنمشي ندير شوية كنلقى العمارة ولات زيرو. برافو عليك برافو عليك تبارك الله عليك. اسمع نقول لك نعم شات السلعة هذي اللي بغيت ديرها في القلب ديالك. إوا القلب ديالي لا ما شافش شوية ديال الأرجنتين. الأرجنتين كون هاني منها غير اللي بغيت نقول لك على هاد السلعة هادي ماشي ديالي انا. صدق يا خويا جاب لي من الدرمك من الدرمك جابهم من فرنسا. قلت حد الاوروبي وحني الجنسية هادشي كامل. اسمع اسمع نقول لك الفلوس غيكونوا عندك من 100 100 الف ها الف معد خويا وحبيبي وخويا وحبيبي سيدي زكريا حضروا يتسناو لا بغيت يتسناو هاي هاي ومن الف اضرب الشيك على بياض. وملي قلت الشيك على بياض غنضربوا الكحل في البياض انا وياك. صافي القضيه مزيانه. هادي شكون هادي اللي جاي؟ كنقدم لك كنقدم لك سي عبد الوهاب راجل خوله ما سي عبد الوهاب. هادي بنت ملكة وسي نجيب شي هادي عندنا في العمارة دابا عندنا عندنا المحامي والقاضي والبوليسي والعدل ورفع هادشي الجلسة. شهاد السلعة هادي مدخلينا الحانوت ديال باب الأخباري ليكون في علمك راه القانون رقم 23 في القانون الجنائي ديال اليونان مكتوبة فيه لالا خولة بنت سي نجيب عندها الحق تقلب السلعة وخناش وكلها كلها عندها خشي في
مليون أنا إلا مشيتي تتشديتي سولني أنا اللي مدوزها مشيتي فيها. ليش الحبس ليش؟ شوالي لك خولة أنا غادي نقر لك بالله الله شهد الكراطن هادو حنا جينا مخبينهم تاني جيتي مخبيهم هي أنا اللي خبيتهم ودركتهم حيت داكشي على 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 خبيتهم على داكشي ديال السيزي ديال البنكة أولين هادي عائلة زوز أنا ما كنش اللي قهرني يا أختي وسالة معايا هو عنده رونديفو مع المنتج التلفزيوني وأنا ما قالهاش ليا ملي شافني تصيرت قال لي لا 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 ماما خاصك تمحي ليا انا رغيت لعيس مع ريان ونسيت نقولها لك انتوما سقتوا الاخبار بالحق هادي انا اللي غادي نجبلو فيها التمام والله لا دوزتها ليه انا نسيت انت كنتي عارفه مالهم انا اللي عقت بالقضيه مزيان تبارك الله يا دابا انا هي البهله في هاد الدار ياك انا هي اللي ما ديت ما جبت انت ما عليك والو انت بعيده على هاد الشيء هو بابا اللي جابو وما عنده دخل في هاد المصيبه هادي ويلي ويلي سيدي نجيب سرق الاخبار حتى هو ويحسن عوانك يا لاله مليكه متكبروش القضيه هو البوليس عرف بلي لا بابا لتا واحد فينا ما عنده دخل في هذا الشيء البوليس